السلام عليكم، معكم لمياء، مقيمة في مدينة طنجة، هنا في قزنايا، في البلاصة اللي تقام فيها هذا النفق الجديد. هو صراحة كان خاص يدار من شحال هذه، ماشي دابا عاد، لأن كان واحد البلوكاج اللي هو رهيب، وخصوصا في الصيف فاش كتجي الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كان كيوقع واحد البلوكاج هنايا في مدينة طنجة، وبالخصوص هنا في قزنايا، نظرا للضيق ديال الشوارع ديالها. وحاليا دابا فاش تقام هذا النفق راه خفف بزاف على داك الضغط هذاك، وكنشكروا الناس اللي ساهموا في الانجاح ديالو. شحال المده فاش تقام هذا النفق، شحال استغرق الوقت؟ هو من المحتمل كان انه يوجد في 8 شهور، يعني في المده العاديه ديالو، ولكن بفضل العمال وبفضل الناس اللي سهروا عليه، وبفضل ولي مدينه طنجه، جهه طنجه تطوان كسيمه، تدار في مده ديال 5 شهور. يعني مده ديال 5 شهور كانوا كيخدموا بالليل وبالنهار، يعني هي واحد المده اللي هي وجيزه، كانوا كيخدموا بالليل وكانوا كيخدموا حتى بالنهار، يعني بالليل وبالنهار بدون اي توقف. عندك شي معلومات على هذا النفق بحكم انه اكبر نفق في شمال المغرب ولا ما عرفتش؟ صراحه ما عنديش شي معلومات كثيره اللي هي عليه، ولكن صراحه دار في وقته وغيعاون بزاف مدينه طنجه، وخصوصا انه جا في الدخله ديال مدينه طنجه. يعني من قبل كانت كتدخل لمدينه طنجه ما كتحسش براسك راك فعلا في وسط واحد المدينه، حتى كتفوت قزنايا وتوصل ليه عاد كتحس براسك في مدينه طنجه. دابا حاليا مع الدخله، مع كتلقى واحد الطريق اللي هي زوينة، واحد النفق وواحد الجو اللي هو ملائم. دابا انتما كساكنه طبعا فرحانين بهذا النفق هذا، لانه عايشه اكيد غنكونوا فرحانين به. علاش؟ لانه سهل علينا التنقل اكثر من قبل. يعني اللي داخل كيدخل عادي تحت النفق وكيكمل طريقه، واللي كيدور هو اللي كيطلع فوق النفق، يعني سهل علينا بزاف. معكم يوسف ديربي من مدينة الرباط. نفق قزنايا كيتعتبر معلمة، وكيتعتبر واحد تحفة نادرة، لأنه شمل لنا واحد المجموعة ديال المرافق. أولا كانت عندنا تجفيف المستنقعات، وثانيا كان بناء النفق من الأسفل من البداية ديالو حتى للنهاية، وكانت فيه الساحة الفنية، كان فيه المدرسة، تعودت لنا فيها المدرسة كاملة، وكانت الحديقة ديال الأطفال، وكان فيه ملاعب ديال القرى. هذا هو اللي كيميزو على جميع الحديقة الكبيرة. طول ديال النفق حوالي 700 متر، فيه 56 بلو، وفيه 26 ضالة، فيه 26، والعرض ديالو 19 متر و60، والتي بي سي فيه متر و60. التي بي سي هو داك لابوند اللي كتكون من الوسط. والنفق كانت البدايه ديالو العمليه ديال الحفر نهار 11/11/2021، والنهايه ديال الاشغال ديالو كانت اليوم كما كتشوفوا نهار 7/4/2022. هذا هو المختصر المفيد على الكل. في نظرك هذا النفق هذا يسهل شي حاجه على المدينه؟ بيان سيغ غادي يسهل عليه، لانه كيتعتبر اول مدينه طنجه اللي كتعتبر البوابه ديال الشمال، والعابر اللي غيدخل من الشمال مجرد ما غيوصل لقزنايا فهو غادي يكتشف بان قزنايا تبدلت بزاف، غيعطي واحد القيمه مضافه لقزنايا، غيرفع لا فالور ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم، غيترفع لا فالور القيمه ديال هذه المنطقه. والنفق بحد ذاته غادي يبقى فخر الشركه اللي بنته، شركه التطراف اللي كتعتبر الرائد في بناء ديال الانفاق، بنت لنا هذا وبنت لنا النفق اللي قدامهم ليه، وتلحمت فيه واحد المجموعه ديال الشركات، وتنسقت فيها واحد المجموعه ديال الجوكريه. فالجوكر بالمعنى ديالو هنا من المصطلح ديال الحرفي، هو العامل اللي كيشمل واحد المجموعه ديال 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 المجموعه ديال الاشغال كيديرها. وما نساوش الشكر الجزيل للسلطات المحليه اللي تكلفت بالافطار ديال جميع الناس اللي كانوا معنا اليوم في الافتتاح، وما نساوش الشكر الكبير للوالي والجهات المسؤوله اللي حاولت باش توجد لنا هذا النفق في اقل من 240 يوم. فالنفق كان المده ديالته هي 8 اشهر،
ولكن الحمد لله خدمته بالتنسيقات والتفاعل وواحد المجموعه ديال 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 التناسق وتخدم لنا في 5 أشهر. وشكرا للأشواق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.